انا عبد مجدي من كليه طب اسنان سنه رابعه جامعه عين شمس. انا اشتغلت بقالي كتير قوي، في بقالي كذا سنه في الرسم ده، من حوالي كام 10 سنين كده، من اول اولى اعدادي حاجه ده زي من كده. زمان بقى. ده من اول ما وعيت على الرسم اصلا. الحوار ابتدى معايا طبعا تدريجيا واحده واحده. بدات طبعا برسم الاوت لاين وبعد كده تظليل الخفيف، بعد كده دخلت بقى في الفحم ونوعت كذا مادة فحم وزيت وجواش والحوارات دي كلها، لحد ما بعد كده الدنيا استقرت نوعا ما. ايه الافضل بالنسبة لي؟ لقيت من الفحم شوية. بس يعني انت بتستخدم دلوقتي، قلت لي الفحم وقلت لي ايه تاني؟ الجواش. الفحم والجواش، بس طبعا الفحم الابيض اقل شوية من الفحم الاسود. يعني الفحم الاسود هو اللي اشتغلت فيه كتير وهو اللي ابدعت فيه اكتر، واشتغلت فيه، دخلت فيه كذا مسابقة وبتاع على مستوى الجامعة، ودلوقتي يعني على مستوى الجمهورية، فبإذن الله أجيب مركز يا رب. لا مسابقة، انت بتقول مسابقة يعني انت دخلت قبل كده بالرسومات دي كمان، مش مجرد هواية، لا انت دخلت، او مش مجرد ان انت بترسم عشان تتبسط، لا انت دخلت. لا أنا دخلت كتير. يعني أولا بالنسبة للكلية بتاعتي، كنت دخلت كل سنة يعتبر من أول سنة أولى. كنا اصلا احنا في طب اسنان، فانت عارف حوار الكلينيكال ده مخلي المجال الفني منعدم يعتبر. فكنا احنا اول معرض من 4 سنين، والحمد لله جبت اول ال4 سنين اللي انا كنت فيهم في المجال الفحم بتاعي، ما شاء الله. وجبت اول على الجامعه مرتين، وجبت تاني وتالت برضو، يعني كنا بننوع شويه. وصعدت الجمهورية مرتين، بس مرة يعني خرجت من أول التصفيات، والمرة دي الحمد لله وصلت لآخر 5 على مستوى الجمهورية. فبس لسه بقى، لسه النتيجة ما ظهرتش يعني. طيب ان شاء الله تعمل حاجه كويسه. انت بتقول ان انت في مره خرجت من التصفيات، هل الموضوع ده اثر عليك او حسيت ان انت ده مشكله بالنسبه لك، مثلا ان انت لا انا هوقف، لا انا مش كويس؟ أبدا أبدا، انت غلبته ده على كان الموضوع ازاي؟ يعتبر دافع أصلا ليا إن أنا أكمل، بسبب الامكانيات والشغل اللي انا شفته. انا شفت حاجات كتيره جدا، شفت ناس ما شاء الله على شغلها كان مبهر، هو اللي اداني دافع اصلا، واداني اكتر في ان انا افكر والافكار، وازاي ان انا ابدع واستخدم اساليب جديده وادخل اكتر من ماده في نفس الرسمه. فما وقفتنيش ولا ثانيه حتى، ده خلاني رجعت يعتبر بعدها بحوالي 10 ايام بدات لوحه جديده اصلا. والله يعني خلاك تكتشف حاجه جديده يمكن ما كنتش انت واخد بالك منها او شغال فيها او حاجه. بالظبط، حاجات كتير مش حاجه واحده يعني. وسع حرفيا، وسع ادراكي لكذا حاجه في الرسم. انا كنت يعتبر محدود في صندوق صغير، لما طلعت وشفت الناس فوق وشفت الاستخدام واستعمال مواد مختلفه رهيبه جدا، قلت لا ده انا صغنون خالص يعني يعتبر. بس فالحمد لله الليفل ده وصلت له بسبب الاصرار ده يعني، الحمد لله. يعني انت كل ده شغال لوحدك؟ لا كل ده سيلف ليرن اصلا. طيب تفتكر الموضوع مثلا جينات؟ يعني انت في حد تاني مثلا عندك في العيله، او انتوا مثلا في عدد كبير منكم بيرسم او حاجه، وانت بقى اكتشفت الموضوع ده ان هو عندك هو كمان؟ هقول لك، هو في جزء منه الصراحه، عشان في جزء منه جزء كبير لا، يعني المعظم، لان كذا حد بيفتكر ان هو انا لو مش بعرف ارسم لا انا عمري ما هعرف ارسم. لا الحوار ده مش موجود نهائي يعني. ممكن في جزء من الموهبة وجزء من الجين مساعد، بالذات ان انا والدتي واختي ووالدي وكمان بنرسم كلنا ده كله بقى. ولكن انا في كذا حد يعتبر قعدت معاه وعلمته الرسم، ما كانش بيرسم، عارف انت الراجل اللي هو الستيك مان ده، اللي هو ده كان ايوه. اخره. مع التمرين ومع التكرار لا بدأ يرسم ويوصل لليفينات كويسة. ففكرة ان انا عشان انا ما برسمش يبقى انا عمري ما هرسم، دي فكرة خاطئة تماما. يعني انت ما بترسمش اتعلم هترسم. يعني اخر حاجة عشان نختم بيها، انت دلوقتي شايف ان هو مثلا لو في حد سنه كبير مثلا، هل ممكن يكون كان عنده الموهبة وما اكتشفهاش وهو صغير، او مثلا هل انت شايف ان هو، انت بتقول انه مش مستحيل ان هو يتعلم، او ده شيء ممكن كويس قوي ان هو يتعلم، فانت مع الموضوع ده ولا ضده؟ لا انا طبعا انا معاه ان في ناس كتير ممكن توصل لسن ال 45 وال 50 سنه وهم ما جربوش فكره الرسم، ويكون اصلا هم عندهم الابيليتي ان هم يقدروا يرسموا، ويبقى عندهم الكوردينيشن ان هم يقدروا يستعملوا ايديهم كويس جدا. بس فكره ان هو انا عملت ليميت لماي سيلف ان انا مش هقدر ارسم، فهو ده اللي خلاه السنين دي كلها هو ما بيرسمش فعلا. انما لو هو كان جرب وكان اشتغل لا هيقدر يرسم.
فانا طبعا مع فكره ان في ناس كتيره في سن كبير وعندهم القدره، ولكن هم ما اكتشفوهاش لسه لحد دلوقتي. يعني بجد مبسوط ان انا وقفت معاك النهارده وشفت الشغل العظيم ده. والله ده شرف ليا ان انا اكون اصلا في الايفنت الجميل ده، والله من اجمل الايفنتات اللي انا حضرتها فعلا. والله يعني ربنا يخليك، وان شاء الله الناس تكون سمعت كلامك واستفادت، ويمكن يعني ربنا يعلم ممكن يكون حد مثلا يجرب يلاقي نفسه ويعرف بيه. يا رب يا ريت والله، يا ريت. الرسمه حاجه جميله قوي والله فعلا. شكرا ليك عبد الرحمن اللي عدناك معانا. عادي مش اي مشكله.